مرحبا بك عزيزي المشاهد، كيف حالك؟ نتمنى انك تكون بخير وبصحة جيدة. مرحبا بك في هذا الفيديو الجديد على قناتي اختراعات بلادي. هذا الفيديو يا اصدقاء سوف نقوم بتركيب لكم وتشغيل لكم هذه الكاميرا اليوس بي كما تلاحظون معي على الهاتف. نعم يا صديقي، فالامر سهل جدا، ما عليك ان تشاهد هذا الفيديو من الاول حتى الاخر حتى لكي تتعلم ذلك. هيا بنا. السلام عليكم ومرحبا بكم اخواني الكرام، كيف حالكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لدينا لكم هذه الكاميرا اليوس بي كما تلاحظون معي، فهي غنية عن التعريف. بامكانك ان تقوم بحضر اي كاميرا يوس بي فهي توجد لديك، بامكانك ان تقوم بحضرها. ثم لدينا لكم هذا الكابل الاوتيجي، فهو غني عن التعريف، فقد متوفر كثيرا في محلات الهواتف يا اصدقاء، يساوي دولار يا اخواني في الله. ثم نقوم بحضر لكم الكاميرا الخاصة بنا، ثم ما علينا نقوم بتركيبها ما عدا الكابل الاوتيجي كما تلاحظون معي. ما علينا ان نقوم بتحميل لكم تطبيق على جوجل بلاي والاب ستور، فهو متوفر يا اصدقاء. سوف نقوم بترك لكم رابطه في صندوق الوصف او في التعليقات، ثم نوافق على هذا الكاميرا بهذا الشكل. يجب ان نوافق على ذلك، ثم علينا نقوم بكبس على هذا الزر حتى لكي تقوم بالتشغيل معنا الكاميرا بهذا الشكل. فالكاميرا تحتوي على زوم، بامكانك ان تقوم بتدوير تلك الزوم الى اليمين الى اليسار حتى لكي تقوم بالحصول على الفوكس جيد وعلى الصورة جيدا يا أصدقاء. هذه الكاميرا الخاصة بي، بإمكانك أن تقوم بتصوير فيديو أو التقاط صورة بهذا الشكل، فقد قمت بتصوير هذا الشيء وهذه الطريقة يا إخواني الكرام. فقد أحببت أن أشاركه معكم. نتمنى أنكم تشتركوا معي في القناة وتفعيل زر اللايك وزر الجرس حتى لكي توصلوا كل ما هو جديد وحصري في قناتي اختراعات بلادي. وإلى اللقاء.